بالنسبة لأمك عادي يعني؟ أنا لسه والدة. وماما كمان تعبانة ولسه والدة. أنتوا مش عارفين تتفقوا على حاجة؟ أنا عندي حل. حل إيه؟ بدل كل واحدة فيكوا عايزة تعمله في بيتها، خلاص اعملوه في الشارع، وانتوا كده كده ساكنين في شارع واحد، يعني هيبقى كل واحدة فيكوا تعمل اللي هي عايزاه وتجيبه في الشارع، وجيرانك وجيرانها هيبقوا موجودين، خلاص؟ والله فكرة. أيوة صح كده، برافو عليك يا حبيبي. بس في مشكلة برضو، هي هتقعد عند مين فينا؟ ها؟ مفيش مشكلة ولا حاجة، هي مش هتقعد عند أي حد فيكوا، هي هتروح على بيتنا عادي، وانتوا الاتنين تعالوا اقعدوا معانا. والله فكرة. يا لهوي، يا ابن العبيطة، جبت كحال عمتها، الاتنين مع بعض اسبوع بحال اتنين مع بعض، ده احنا هنشوف ايام سودة يا حموكش. انا مش مستعد. الحمد لله على سلامتك يا تنك انت وبنتك. الله يسلمك يا ماما. هروح بقى اسلقلك فرختين كده اهو عشان تاكليهم، عشان انت لسه نفسه، لازم تاكلي كويس. ربنا يخليكي يا ماما. فرختين ايه اللي تسلقيهم وتاكلهم دي؟ ليه؟ دي البنت لسه والده، يعني معدتها تعبانه. هروح نعملوا شويه مسقعه وجبنه قديمه كده يفتحوا نفسها ويخلوا معدتها تحرش كده. جبنه قديمه؟ جبنه قديمه ايه يا وليه؟ مفتريه ومسقعه اللي عايزه تاكليها للبنت وهي نفسه. انت اتجننتي؟ معروفه البنت تولد من هنا اهو، يتحط بدلها فرخه من هنا اهو. انت ايه؟ هو لو بنتك كنت هتاكليها مسقعه ولا جبنه قديمه؟ ايوه يا اختي هاكلها مسقعه وجبنه قديمه، مالها، ما نعمه ربنا، هي مصاريف وخلاص. بقول لك ايه، انا هاكل بنتي اللي هي مفروض تاكله جبنه قديمه والمسقعه، روحي كلها انت وابنك يا حبيبتي. ما هو ابني هو اللي هيدفع. لا يا حبيبتي خليك انت وابنك، مش عايزين منكم حاجه. انا هتصل بابوها المعلم عطوه يجيب لها، بصي، قفص فراخ مش فرختين. تسلمي يا حبيبتي وتعيشي وتعيشي وتجيبي لها. طيب انا هروح احضر الميه بقى والحاجات لحد ما تجيب الفراخ. بصي الوليه النتنا يا كبد امك يا بنتي، عشان كده ما كنتش عايزه تروحي عندها. ايوه يا ماما، دي كانت هرياني جبنه قديمه ومسقعه لحد ما معدتي خلاص بقيت مش قادره ارضع. ايوه يا حبيبتي انت لازم تاكلي كويس علشان انت لسه نفسه، وكمان هترضعي العيل ده اهو، لازم تتغذي كويس، مسقعات ايه وجبنه قديمه الوليه المفتريه دي، ولازم كمان تاكلي سمك مشوي عشان اللبن يزيد. ايوه يا ماما والنبي خليكي معايا. ما تخافيش يا عين امك، انا قاعده لها هنا اهو، اما نشوف اخرتها. هروح انا اتصل بابوكي يبعت الفراخ، مش عايزه حاجه تاني. ربنا يخليكي يا ماما، وخليه كمان يجيب حبه السبوع والمغات بقى والحمص وكده، عشان دول عيلتنا مش هيجيبوا حاجه. ربنا يخليكي ليا يا ماما ويطول في عمرك، دايما كده ستراني ومخلياني مش عايزه حاجه. بنت يا تنكة، الحمد لله على السلامه يا بنت. الله يسلمك يا بابا. امك قالت لي ان انت سميتي البنت كارما، تعيش الاسامي. ربنا يخليك يا بابا، حلو اسم كارما. ايوه طبعا جميل. خدي بقى النقود بتاعها. ربنا يخليك يا بابا، ملوش لزوم. ازاي دي بنت بنتي؟ تعيش يا بابا. هسيبك انت تستريحي شويه وانا قاعد بره. ماشي يا بابا. الحمد لله على سلامتك يا مرات ابني. الله يسلمك يا عمي. وريني البنت كده خلينا اشوفها والنبي. ايه يا عمي قرب. بسم الله ما شاء الله، تتربى في عزك انت وابوها يا بنتي. ربنا يخليك يا عمي، تتربى في عزك يا رب. خدي بقى النقود بتاعها. مفيش لزوم يا عمي والله. لا ازاي، دي الغاليه بنت الغاليين. هسيبك انا يا بنتي تستريحي. ماشي يا عم. انت راجل، انت نقطتها بكام؟ نقطتها باي حاجه، انت مالك شغله دماغك ليه؟ قول لي كام عشان ما تدكنهمش من ورا ابني، خليني اقول له عشان يعرف وياخدهم منها. يا ست انت بتتدخلي ليه؟ ما سيبيهم في حالهم. اسكت انت مش فاهم حاجه، قول لي كام. خلصني. 500 جنيه. يا لهوي، ليه يا حبيبي تنقطها ب 500 جنيه؟ هي كانت سفيره عزيزه. يا ست انا بنقط بنت ابني وفرحان بيها، انت ايه اللي شغلك؟ وبعدين دي اول حفيده ليا بنت، وانا كان نفسي في بنت. ماشي يا موكوس. يا ساتر يا رب. فاكر يا حموكشة ده نفس المكان اللي عملنا فيه فرحنا؟ ايوه فاكر، ده كان يوم. يوم ايه، حلو ولا وحش؟ لا حلو طبعا، انا اقدر اقول حاجه تاني؟ بحث. يلا يا حبيبتي عشان نحط الولا في الغربات. ماشي يا ماما. ما شاء الله، الله اكبر. يلا يا بنتي شتخطي عليه. الاولى بسم الله، والثانيه بسم الله، والثالثه راود محمد ابن عبد الله، الرابعة بسم الله، الخامسة بسم الله، السادسة بسم الله، والسابعة بسم الله. اسمع كلام ابوك، اوعى تسمع كلام امك يا ولا، واسمع كلام ستك ام ابوك. لا اسمع كلام امك، وما تسمعش بقى كلام ابوك ولا ستك ام ابوك، واسمع كلام ستك ام امك، واسمع كلام جدك، واسمع كلام عمك وخالتك وعمتك، واسمع كلام يوسف. حلقاته برجلاته، يا رب يكبر ويبقى قد اخواته. اسمعي كلامي يا كارما. واسمعي كلامي انا كمان. وانا يا ماما خليك تسمع كلامي. اسمعي كلام اخوكي يا كركوره. يا ربي يا ربنا يكبر ويبقى قدنا.
تتربى في عزك يا رب. حلوة قوي، لما تكبر هتجوزها. لا مفيش حد هيتجوز اخت. ايوه طبعا انا مش هجوز كارما، كارما دي حبيبتي محدش هياخدها مني. والله وانا طيب. انت هتغيري من البنت الصغيره دي؟ بنتي وبنتك. ايوه تحبها تحبنا اكتر منها طبعا يا ست الكل.